الحياة متنوعة بزاف وفيها حوايج بزاف بزاف، ولو كان واحد فينا ينجح في جزء واحد منها مهما كان هذا الجزء مهم بالنسبة ليه وكبير بالنسبة ليه، أسكن قدروا نقولوا هنا باللي راهو نجح في الحياة. دايو هنا نتفكر الحكاية تاع واحد الطبيبة كانت ناجحة بزاف في حياتها والناس كامل كانوا يحبوها، تلمو كانت بروفيسيونال وحنينة مع المرضى، حياتها كامل كانت للخدمة تاعها. وفي نهار من النهارات جات الفرملية دخلت عندها قالت لها الطبيبة كاين واحد المريضة عندها رونديفو معاك وحبات تدخل. من بعد هذيك الطبيبة تفاجأت باللي هذيك المريضة هي بنتها. تصدمت الطبيبة دونك كي شافتها بنتها هكذا قالت لها ماما ما تخافيش مانيش مريضة، والله ماني مريضة، انا برك حبيت نقعد معاك وناخذ شوية من وقتك باسكو توحشتك وفهمت باللي لو سول مويان باش نشوفك اني ناخذ رونديفو كما اي مريض عندك. بيان سور هذا الموقف هذا كان نقطه تحول كبيره بزاف في حياه هذه الطبيبه، باسكو اكتشفت ولا بلوتو تفكرت باللي راهي ماهيش برك طبيبه، باللي راهي ام عندها بنتها وبنتها هذه عندها حق كبير بزاف عليها. كي نجو نشوفوا نصيبوا باللي كامل نقدروا نطيحوا في هذا لو بياج. ماشي شرط الخدمه تاعنا اللي تاخذ من حق لا فامي تاعنا، يقدر يكون العكس، كم تقدر الخدمة ولا فامي في زوج ياخذونا من حق الصحة تاعنا ومن حق نفوسنا. ألوغ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا باللي إن لجسدك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. بار إكزومبل دوكا أنايا راني إتيديون، جوسوي إتيديون أون ميزيكولوجي إي أون ميم طون جوسوي كوميديان إي جيتي سبورتيف. ألوغ عندي بليزيور شوز الحمد لله توشيت منه ومنه ومنه ومن مي باش لحقت هكذايا عانيت. سي سي ان تو ان بروغرام من داك ما نرقدش انا مع هذوك الناس اللي شغل حار بزاف، نخدم قلبي سون بيتي حتى ننسى صحتي، فما كيفاش ننسى ننسى روحي. كاين اللي يدي بزاف وقت مع ناطر كوتي، تسمى يقدر يدي وقت مع لا فامي تاعو ويدي الوقت مع لي بارون تاعو ويفا كونسومي هذاك الوقت هذاك فانا ترى بس سي الفو سي اون فوا دو فوا شغل سي سي توليرابل سما تقدر، مي كونت سي ابيوزي سما تبان تولي تبان باللي السيد هذا اللي ترو اوكوبي في ان اندرو تنقص لا فالور تاعو في هذاك لوتر كوتي، سما يولي ما يشافوش بزاف، يولي ما يذكروش بزاف، ما يهضروش عليه بزاف، اي لا اي فا بيردر اون اوتر بلاص ان اوتر موند ولا في ان اوتر كوتي. Il va gagner un petit peu maintenant, mais il ne va pas réussir son existence à un autre endroit. بحجة أنني مثلا أنا نخدم ما عنديش الوقت، خرج لهم ولادهم اللي تبع لا دروغ اللي راح للسجن اللي سرق اللي انحرف جنسيا واللي أعوذ بالله يعني حاجات رهيبة اللي طلق اللي طلقت واللي طلق واللي ما يهدرش مع عائلته، يعني تلقاي هذيك المهنه نتاعو هي كلش في حياته، فتسكن له في راسه فينسى انه فرد في هذا المجتمع. الحياه مش كلها ماديات. ليجري مول الماده راح يوالف هذا الداء الوبيل. الماده اصبحت وسيله عيش نعم، ولكنها قد تكون داء وبيل على كل فرد. لما يجري موراها وعارف انه مش من حقه او ماهوش قادر انه يوفر هذا الكم او الكميه من الاموال ويدخرها من اجل فقط باش يعاند صاحبه او باش يعاند رفيقه او باش يعاند ولد البرجوازي او ولد المركنتي كما نقولوا احنا. يقدر يكون واحد ناجح تري بيان سور كوتي بروفيسيونيل، اون دي زيكزومبل باغ اكزومبل هنري فورد c'est des sommités dans le management, c'est des top managers des compagnies. Et les États-Unis, ils n'ont jamais réussi la vie privée. Là, nous avons le Daraja Tawahed,
il se penche beaucoup sur un côté quiconque. وأن هذه المهنة هي ماهيش غاية، هي وسيلة. فلماذا نجعلها غاية حتى تفقدنا كل أعز الناس؟ نظن فينا المام في نهاية الأمر المطاف العائلة هي أولى. العلاقات الإنسانية أجدر بأن نحافظ عليها أكثر من أي منصب أو مهنة. يعني مهما كانت المهنة إنسانية، الأقربون أولى بالمعروف. في الحياة دائما من لا شيء نقدر نخلق سعادتنا، بالبسمة، باللمسة، بالود، بالنظرة تاع الأم الحنينة أو تاع الزوجة أو تاع الرفيقة أو تاع الأخت، نقدر نصنع المعجزات. Et là, je conseille واحد il équilibre هاد le point هذا qui est important في la société. يعني شوية ميزان، هنا نرجعوا للميزان، شوية منا شوية منا. رأي الناس فينا ساعات يكون مهم عندنا لدرجة أنه يطغى على رأينا إحنا في نفوسنا وعلى قناعاتنا الداخلية وعلى واش رانا إحنا حابين نديرو. وهذا الشيء دايما يفكرني بالانترنت وليغيزو سوسيو. ساعات نحس بزاف منا ما عدناش عايشين باش حنا نتمتعوا بحياتنا، مي باش ننشروها في فيسبوك. عدنا عايشين باش نلموا لي كومونتير ولي جيم، وبوا وين هاد الشيء طغى على البنة الحقيقية تاع الحياة. الاستمتاع الحقيقي تاع الحياة ما عادش كاين، عاد أهم حاجة عندنا شحال من مرة بارطاجيو لا فوتو تاعي. نقدروا نقولوا باللي النجاح ماشي النجاح في الخدمة، ولا النجاح مع عائلتي، ولا النجاح في علاقتي مع أصحابي، ولا النجاح في الجانب الفلاني، ولا في الجانب الفلاني وبرك. المعنى الحقيقي هو أني نحاول ننجح في كامل هذه الجوانب بتوازن. هذا هو المفتاح، التوازن، الميزان، كما ناس بكري كانوا يقولوا كل حاجة بالميزان. أقام سماء بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان